ستار إكسبرس. العشرة ودرج، مساء النور، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في حصاد يوم من الرياضة في تونس والعالم. وأنا بدأوا بدوري أبطال أوروبا، نبدأوا بكرة القدم الحقيقية. والخبر الأولاني يهم المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي، اللي ما نجمش يكمل التعليق على لقاء القمة بين تشيلسي والميلان لحساب الجولة الثالثة. نعطيكم النتائج، وصارت برشا إشاعات وكلمات على أسباب الانقطاع، الأسباب الانقطاع عن التعليق وانقطاع الصوت. عصام الشوالي هو لسبب تقني من مركز التعليق، واضطر الإدارة القناة البيين أنه يتنقل التعليق من المركز في الدوحة. وبالتالي عصام الشوالي لبس عليه في صحة جيدة، أموره لباس، طمنا عليه، طمنا مع عائلته. والمشكل كما قلت مش كل تقني، لا أكثر ولا أقل. والمباراة هذه مباراة تشيلسي والميلان، وتقدم وتفوق واضح لتشيلسي أمام الميلان، 3-0. سينو في بقية النتائج الليلة، لايبزيج سيلتيك 3-1، سالزبورغ زاغرب 1-1 بين بنفيكا والبي اس جي، ميسي سجل في المباراة هذه، اليوبي فوز 3-1، 5-5 لمانشستر سيتي مع اف سي كوبنهاغن، منهم ثنائية سهل برشا، إيرلينغ هالاند المتعاقد باستمرار مع تسجيل الأهداف، يسجل في البريمير ليج، في رابط الأبطال، في كل البلايز، حتى في البيسي سجل المهاجم هذا إيرلينغ هالاند. قلت 5-5 بقوة كبيرة مانشستر سيتي. ثم ريال مدريد مع شختار 2-1، ودورتموند يضرب بقوة خارج ميدانه في إسبانيا أمام شيفي 4-1. إلى تونس، إلى بطولة إفريقيا لكرة اليد، زوز مباريات اليوم فيها ترجي وفيها نادي الإفريقي. النادي الإفريقي فاز على الزمالك المصري بنتيجة 33-31 ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة إفريقيا كما قلت كرة اليد، لينهي بذلك الدور الأول من المسابقة في صدارة المجموعة أمتاعه. ونادي الإفريقي كضم تأهله إلى الدور ربع النهائي بعد انتصاره على نادي ريد ستارز الإيفواري ونادي مولودية الجزائر، وباش يواجه نادي إفريقي في لقاء الدور ربع النهائي للبطولة صاحب المركز الرابع للمجموعة الثانية. من جهة أخرى، الترجي انقاد للهزيمة اليوم أمام الأهلي المصري بنتيجة 28-21 في الجولة الأخيرة كما قلت من دور المجموعات من البطولة الإفريقية المتوسطة في الحمامات، لينهي في المركز الثاني في المجموعة الثانية. والترجي نذكر كان سيلاقي خلال دور النهائي فريق مولودية الجزائر صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى. نحكي وفود، وفد نادي الإفريقي سافر اليوم إلى الدوحة عاصمة قطر في طريق رحلته إلى زنجبار، حيث سيلعب الدور الثاني من كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم السبت 8 أكتوبر بداية من ماضي 3 بتوقيت تونس. وسيتوقف وفد نادي الإفريقي في عاصمة المونديال القطري 2022 لمدة يومين قبل المواصلة إلى زنجبار، ومواجهة كما قلت فريق كيبانغا نهار السبت. ووفد نادي الإفريقي قوده رئيس النادي يوسف العلمي، في القائمة نلقاو معز حسن، غيث اليفرني، نور الدين الفرحاتي، اسكندر العبيدي، نادر الغاندري، توفيق الشريفي، غازي عبد الرزاق، أيضا نبيل العمارة، عزيز القاسمي، حسين بن يحيى، أحمد خليل، أمدو سابو، لاري عزوني، خليل القصاب، شهاب العبيدي، مهدي الوذرفي، ياسين الدريدي، زهير الذوادي، آدم الطاوس، إيهاب الحوسيني، يوسف سنانة، محمد علي عمري، وحمدي العبيدي. غدوة أيضا تتواصل رحلات الأندية خارج تونس. الترجي سافر في الليل بطائرة عسكرية إلى نيجيريا لمواجهة نادي باتو يونايتد في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من رابطة الأبطال الإفريقية يوم الأحد بداية من الأربعاء متاع العشية. والسي اس اس غدوة يسافر إلى أثيوبيا، إلى أديس أبيبا تحديدا على متن الخطوط المصرية، ويكون الإقلاع بداية من 11:35 دقيقة في اتجاه القاهرة، ومنها إلى أديس أبابا اللي يكون يوصلها الوفد 10 وتقريبا مع نص الليل يعني بتوقيت تونس. ورحلة الفريق مش تتواصل يعني، حتى عنده رحلة جوية داخلية في اتجاه مدينة بحر دار، هكا بعيدة تقريبا 500 كيلومتر عن العاصمة الإثيوبية.
هيئة تسييرية للاتحاد الرياضي القرطاجاني بقيادة الياس الساحلي تم الإعلان عليها رسميا، وستكون مهمتها قيادة الفريق لفترة وقتية إلى حين انتخاب هيئة تسييرية جديدة في أجل أقصى 3 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار بتاريخ 3 أكتوبر 2022. ونذكر أنه رئيس الهيئة التسييرية هذه الياس بن يوسف، نائب رئيس محمد الهدي الزاوي، الكاتب العام محمد العربي توج، أمين ميل محمد سليم الرزقي. ونذكر سريعا بأبرز النتائج الليلة على مستوى كرة القدم الحقيقية. الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بنفيكا البي اس جي 1-1، 3-0 لتشيلسي في لقاء القمة أمام الميلان، سينون ريال مدريد شختار 2-1 للريال، مانشستر سيتي يضرب بقوة 5-0 أمام اف سي كوبنهاغن، ودورتموند خارج ميدان يفوز على سيفي 4-1. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على موقعنا على شبكة الانترنت www.mosaikafm.net. أنا عبد السلام ضيف الله، مبقى لك باش أقول لكم دائما إن شاء الله ليلتكم أحلى الليالي. إلى اللقاء.